يعطيكم العافية. بس قبل ما نفوت على الأمثلة بدنا نيجي شوي على الوحدات. في عندي عدة وحدات بالحياة، في عندي الأس آي، في عندي اليو أس. الأس آي اللي هو متر، كيلو نيوتن، كيلو جرام، سنتيمتر، سوالف هاي كلياتها. اليو أس اللي هي فيت، باوند، سلاج، انش، باسكال، بي اس اي، كي اس اي. هاي السوالف انت ما حدا بنعرف كيف. هسه ما في راح يجيب لك سؤال متر وفيت مع بعض، لا جيب لك فيت وباوند، فيت وانش، هيك بجيب لك فيهم بدك تحول وحدات. بس بشكل بسيط لما اشوف عندي انا وحده بي اس اي، بي اس اي يعني بي يعني باوند، يعني باوند سكوير انش، يعني باوند على انش مربع، وهاي هي وحده ستريس. الباوند اللي هي بالنظام المتري هاي باليو اس، بالاس اي الباوند هي نيوتن، والانش هي وحده طول، يعني متر او سنتيمتر، متر مربع. تمام. كي اس اي، كي احنا متعودين الكي يعني 1000، فهي عباره عن كيلو باوند للسكوير انش، يعني كيلو باوند يعني 1000 باوند على انش سكوير. او كيبس يعني كيلو باوند على انش تربيع. ممكن تمر عليك كي اس اف يعني كيلو باوند للسكوير فيت، يعني 1000 باوند على فيت تربيع. عادي برضه وحده ستريس، بس انه مش منطقي يكون شيء مساحته بالفيت يعني شيء كثير كبير. طيب في عندي انا الكيلوغرام يساوي 10 طن. لا، الكيلوغرام والألف كيلوغرام يساوي 1 طن. هذا اللي بنعرفه بالحياة، أن الطن هو 1000 كيلو. هسا ممكن يجي لك أسئلة أو أنه يكون مع قائب المساحة اللود بالكيلوغرام والمساحة بالسنتيمتر مربع يطلبه بالطن. فبدي أقول لك شغلة، أنه 1 كيلوغرام على السنتيمتر مربع هو بيساوي 10 طن على تي يعني طن على المتر المربع، وهذا هو نفسه بيساوي 100 كيلو نيوتن على المتر المربع. انت بها الشغلات هسه غير هيك بتشتقه. كيف يعني بتشتقه؟ يعني النيوتن كم طن، يعني اذا مش جاب لك اياه بكل نيوتن، بالنيوتن كم طن كذا. يعني انتبه انه يعني فعليا لو انا اطلع مع الناتج 10 طن على المتر المربع، انا بدي اقارنها مع 100 كيلو نيوتن، يعني 100 ضرب 1000، 100 ضرب 1000 ايش نيوتن على متر مربع؟ ايش هي؟ باسكال. فانا لما اشوف انا عندي 10 طن، او بقدر اقول الطن الواحد هو بيساوي 10 كيلو نيوتن، فانا بصير مثلا بعمل نسبه وتناسب، طلع معي مثلا 53 طن على المتر المربع بتعطيني اكس مثلا بالميجا باسكال. الواحد طن بيعطيني 10، بعمل نسبة وتناسب بطلع الاكس بالميجا بالميجا باسكال، لانه ممكن السؤال يعطيني اياه بالطن. تمام، يعطيني اياه بالطن واروح انا ايش بدي اياه، يعطيني يحسب لي اياه بالميجا باسكال. في اسئله كثير جابها الدكتور، يعطيني الاسترس بوحده الميجا باسكال واللود بالطن والاريا بالسنتيمتر مثلا او الاريا بالمتر. فهاي العلاقات انتبه عليها يا عمر، ترجع للفيديو بتعملهم سكرين شوت. طيب نرجع لهذا المثال. هذا المثال يقول لك اوجد الستريس، اوجد الديفورميشن. ديفورميشن بجي من الجزء الحر مثل ما حكينا، لوين؟ للجزء A. شو بعمل؟ تتذكر الشابتر 1؟ اقطع 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 تقطع تقطع وين ما في تغير باللود، وين ما في تغير بالمساحه، وين ما في تغير بالطول، وين ما في تغير بالماده بتقطع مشان تجمع. فبالتالي هذا الشكل هون من سي ل دي هي عبارة عن نفس المادة، نفس الديميتر ونفس الطول هو 16، بس نفس اللود. بس لما تيجي عند سي الديميتر تغير، فمباشرة أنا بوقف عند سي بقطع عندها أو بقطع بيناتها ما بفرق عندي. فراح أحكي أنا الديفليكشن بيساوي أول إشي الديفليكشن من سي من دي لسي مثلا. تمام، بعدين بدي أزيد عليه الديفليكشن هسه من سي لبي ضلك ماشي. طبعا هون نقطة تأثير القوة، يعني مش هون تغير السهم، لا بضلك ماشي نفس المادة. هاي ماشي
نفس المادة أنا لحد هسه نفس اللود نفس الطول بس لما وصلت عند بي لاحظت عندي قوة، لاحظت عنده قوة، شو بعمل؟ فبقطع قبل القوة هاي، بقطع قبل القوة هاي، يعني هيك. فهذا الديفليكشن ايش اسمه؟ من سي لبي، ديفليكشن من سي لبي. بعدين شو ظل عندي من بي لأ؟ ظل عندي ديفليكشن، ديفليكشن من بي لأ. طيب لما عملت زي هيك، لما عملت زي هيك شو بحكي هسه؟ ديفليكشن دي لسي، من دي لسي يعني ال دي سي، تمام؟ يعني هي ريحت حالي انه الاطوال، شو الاطوال اللي اخذها؟ الاطوال اللي بين النقاط، بين الحرفين هو الطول. اللود، شو اللود اللي اخذته عن من سي لدي؟ من سي لدي اقطع، قطعت من سي لدي، شو في عندي انا؟ في عندي لود تنشن، والقوة الداخلية له بدها تكون تنشن، معناته قوة تنشن معناته الديفليكشن موجب، يعني استطالة. فايش بحكي انا؟ 30. تمام. طبعا ال اي خلص ما بنعوض لحالنا، زائد لاحظ هون قطعت هون، شوف في عندي انا باخذ من هون للجزء الحر، ففي عندي انا زي هيك، وعندي هاي التكبير تبعتها، هذا اللي قطعته، في عندي هون 30 وفي عندي هون 45، فقديش القوة المحصلة؟ 15 كومبريشن. ليش؟ 30 ناقص 45 سالب 15، سالب 15 يعني لليمين. فكم عندي 15 كومبريشن؟ فلما أعوض هون بحكي سالب 15، يعني الزائد خليها وحط على هاي دائرة مشان تميز. في ال بي سي، في الاريا بي سي، في الاي للبي سي، الاي نفسها. بعدين القطع الثالث، في عندي انا خلص من الشكل 30 و45 و75، كم نحصل لهم؟ 30 ناقص 45 زائد 75 60. 60 لوين؟ طلعت معي موجب يعني لليسار، انا فرض اليسار موجب، فبتطلع معي 60 زائد 60 في اي بي على اي في الاي بي في الاي. بس هاي حلهم، عوض الارقام وحل. ف هاي هون انا حكيت 60 مش 30، يعني 30 ناقص 45 زائد 75 60. انا فوق 60 مش 30، ثلاثين وخمسة وأربعين خمستاش، شيل منها 75 60، هاي غلط، هاي 60 لازم. مزبوط مثلاً، هي هي فوقهم 60 صح؟ فوق هي 60. هو ما أخذ من العكس، ما أخذ من اليسار لليمين، مش مشكلة عادي عادي. أنا هاي، فهيو 60 سالب 15 30، ولاحظ إنه هذا تنشن وهاي كومبريشن، فلما حل شوفوا القانون بحط جمع، بس لما يعوض بعوض السالب، بعوض السالب مع اللود مشان ما تخربط. أنت خلص دائما أعرف القانون الرئيسي جمع، بس جواته بصير تغيير الإشارة. فهو هي يطبق الإي، الإي نفس المادة، فأخذ واحد على إي برا والباقي عوضهم. هيو 60 في 12 على بوينت 9، هيها هاي 12. اللود الثاني اللي هو السالب 15 ضربه ب 12 في الأريا له نفسه بوينت 9. اللود الثالث هو 30 مضروب ب 16 على بوينت 3، فالديفليكشن طلع معاه زي هيك. طبعا لاحظ الوحدات كله اللود كبس، فبتلاقي يضرب 10 قوة 3 اللي هي يعني 60,000 فعليا، الطول انش والاريا انش، فما في داعي لتحويل اي شيء، لانه الواحد فيت يساوي 12 انش، يعني لو كان هذا الطول بالفيت والاريا بالانش بدي اضرب اي فيت بشوفه بضربه ب 12، ولو فيت مربع بضرب 144 هي 12 في 12. تمام. هذا مثال بسيط على ايش؟ على الديفليكشن للمواسير. ديفليكشن المواسير، يعني لو بدي اجي امثله من الكتاب على السريع، بدون امثله من الكتاب، هذا السؤال قال لك في عندي نيلون ثريد، يعني برغي نوع نيلون، بعرف شو نيلون هذا، اللود 8.5 تنشن، الاي 3.3، الزياده بالطول صارت 1.1، الزياده في الطول هي السترين، الزياده في الطول هي السترين، وقال لك اوجد ديميتر للثريد، اوجد الستريس للثريد، الثريد يعني برغي. طيب طبعا ايش معطيني معطيات؟ هو معطيني بي
معطيني اي معطيني السترين. طيب مش انا حكيت لك في عندي عده قوانين بقدر اطلع منها. طيب لا الاستطاله، الاستطاله اللي هي شو اسمه الديفليكشن، ديفليكشن هو زاد طوله بمقدار 1.1%، زاد طوله بمقدار 1.1%. نسبه الاستطاله اللي هي اللي هي السترين اني اقسمها على الطول الاصلي، هو الطول الاصلي مش معي، الطول الاصلي فعليا مش معي، فالستريس في الديفليكشن هو 1.1، الديفليكشن هو 1.1 فاهم، سترين هاي ديفليكشن تمام. فانا هيو حكى لك السترين هو اس على ال، لما بمجرد ما احط نسبه مئويه زي كانه قسم على الطول، فرض الطول 100 ومش فرض النسبه مئويه، فزي ما حكيت اول شيء بس عادي يعني الثنتين ما بفرقوا. يعني لو عوضت 1.1 زي كاني عوضت ديفليكشن، لو عوضت 0.011 هي زي كاني عوضت سترين. فالستريس هو السترين في اي، فطلعت الستريس من الستريس بي على اي، البي معي والاي مش معي، فمن الاي طلعت الديميتر. فهي الفكره انه القوانين إن اللي حطيتهم اول شيء وخلص اشوف شو المعطيات اللي معي واعوض وبطلع معي. معليش بضل مثال انا امثله اسئله كثير اصلا ما بتجيش. هذا سؤال بس بالنظام الثاني. هذا اسئله لسه ما شرحناها، مثلا زي هذا السؤال. قال لك سنجل اكسيال لود ماكينه بي 15 ابلات اند بوينت سي، يعني بدي احسب الديفليكشن من سي لاي. قال لك اوجد الديميتر بالجزء بي سي، يقول لي اذا الديفليكشن عند سي 0.05، يعني اعطاني الديفليكشن كامل 0.05 شو بدي اساوي؟ بي في 3، طبعا هاي 3 فيت فبدي اضربها ب 12، بدي اضربها ب 12، 3 ب 12 على اي اي الاريا، انا بدي الديميتر خلي الاريا طلعت لي هاي، والاي معطيني الاي 30 بي اس ار 30 ب 10.6 زائد نفس اللود، اللود هم معطيني اياه 15 كبس يعني 15000 في تقولوا طوله كم؟ 4 في 12. قلت لكم اي شيء فيت بحوله لانش مباشره. الاي في الاي الثاني كم؟ اللي هي 1 ربع التربيع في باي 4 مضروبه في 30 ب 10.6 تمام؟ هو يلاحظ انه هون حول، انتبه على التحويل دائما. فهي الستريس، فايش عندي مجهول الاريا بس، عوض على اللي حاسبه يطلع معك الاريا، بعدين طبق الجذر التربيعي باي 4 دي تربيعي بيطلع معي الديميتر المطلوب، بيطلع معي الديميتر المطلوب. طيب هاي اسئله على المواسير، اسئله هذا السؤال عادي على المواسير، ما اعطاكش فيكس سبورت بس اعطاك 350 وهي 350، زي كانه عندي انا هون سبورت هاي سبورت والرياكشن له 350، فبهذه الاشكال باخذ كانه الشكل جهه واحده، يعني خلص بفرض هذا سبورت وبقطع، هون في عندي الاريا مختلفه وعندي هون اريا مختلفة، هون عندي اريا مختلفة. فعندي ثلاث ديفليكشنات، والديفليكشن الـ AB نفس الديفليكشن للـ CD لأنه بتعرض لنفس اللود وبتعرض لنفس الاريا والطول. يعني لو عندي الطول مختلف، لو هذا الطول مش هذا الطول، هاي الشغلة ما بحطها. هاي الشغلة ما بحطها. طيب هسا نيجي للوصلات هسا. نيجي للوصلات. طبعا من تشابتر 1 انتم بتكرهوا الوصلات، وهسه بهذا التشابتر بتروح تكرهوا الوصلات. طيب لما يكون عندي وصلات زي هيك كيف انا ممكن احل السؤال؟ انا حكيت لكم الديفليكشن بساوي بي ال على اي اي. طيب بدي الديفليكشن لهي الوصله، بطلع القوه بهي الوصله، والال الال للوصله، والاي الاري للوصله، والاي ماده الوصله، وهي الوصله نفس الشيء طلعت الديفليكشن لهي ولهي. طيب فرضا هو اتزنخ معي يقول له احسب لي الديفليكشن هون. طب هاي النقطه عند اي هاي مش وصله، طب قديش الطول؟ الطول مش معي، الاريا مش معي، معي بس اللود 30، والاي برضه مش معي لانه هاي مش ماده، النقطه اي، النقطه اي مش ماده. طب انا هذا الجسم هاي النقطه اي كيف بدي احسب لها استطاله؟ هو راح يجي يقول لي هيو احسب الاستطاله عند بي، الاستطاله عند بي بي ال على اي اي، احسب الاستطالة عندي هي بي ال على اي اي بالوصلة الثانية. طيب الديفليكشن عند اي كيف تحسب الديفليكشن عند اي؟ ما هو مش وصلة يعني. كيف تستعمل بي ال على اي اي؟ بقول لك انا بدي ارسم شيء اسمه ديفورميشن دايجرام او ديفليكشن دايجرام، انا بدي اشوف الجسم اتخيله، لو انا هاي اللود وقعتها شو بصير بهذا الجسم؟ هذا الجسم شو بصير فيه؟ راح ينزل
رح يطلع وكذا. فشو هاي الشغلات بدي اعلمكم كيف ترسموا. طيب بدي ارسم الشكل لحاله مشان نرسم راحتنا عليه. هذا كثير 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 مهم هذا الشيء. عندي هون وصله وعندي هون وصله، طول الوصله الاولى هاي 0.3 وهاي 0.4 وكل واحدة لها اي نسبي هسه. طيب اقول لك ننسى كل هذول بدي ارسم. اول شغله بالوصلات كنا شو نحكي؟ نحدد القوه اذا تنشن او كومبريشن، متذكرين هالشيء؟ صح. طيب ليش التنشن والكومبريشن بفيدني؟ لانه بكل بساطه لو عندي جسم وصله زي هيك طلعت اشدها طولها بزيد، صح؟ طولها بزيد. بس لو كان عندي وصله زي هيك وضليت اضغطها طولها راح يقل. فانا حسب الديفليكشن دايجرام بهمني اعرف اذا الوصله طولها راح يقل وطولها اذا بيزيد، فبهمني اعرف اذا القوه تنشن او كومبريشن. مثل ما تعلمنا بشابتر 1 باخذ المومنت عند هون بيساوي زيرو، هاي بتعمل لي مومنت زي هيك، فانا بدي اجباري هاي القوه تعمل لي مومنت زي هيك مشان يكون عندي اتزان، فبالتالي هاي سهمها راح يكون عندي زي هيك، وبالتالي اذا عندي قوتين لتحت الثالثه بدها تكون لفوق. فبالتالي عرفت مباشره انه هاي القوه تنشن وهاي القوة كومبريشن، هاي تنشن وهاي كومبريشن. هذا من شابتر 1، اللي مش فاهم هذا الشيء يرجع لشابتر 1 بفهمه. تمام. هسه عرفت انه عندي هاي تنشن وعندي هاي كومبريشن. طيب نيجي للخطوة الثانية. عندي هذا الخط هيك كان، صح؟ هذا خط الصفر، هون الديفليكشن زيرو. هاي الوصلة صار لها كومبريشن. كيف يعني صار لها كومبريشن؟ يعني طولها قل. يعني لو نيجي لهون خلص الرسمة ذيك عرفنا انه هاي قوة تنشن، هاي الوصلة زي هيك تمام، هاي صار لها كومبريشن يعني طولها قل. يعني كيف بتصير؟ يعني اذا كان طولها 0.3 بصير مثلا طولها 0.2، يعني الوصلة راح تطلع شوي لفوق، صح؟ يعني هاي راح تصير زي هيك، يعني طولها يقل. اما سي دي هي تنشن، طولها شو راح يصير فيه؟ راح يطول. يعني فعليا الشكل النهائي بصير، الشكل النهائي بصير هاي الوصله بصير شكلها هيك وهاي الوصله بصير شكلها بس هيك، تمام. وهاي هاي زي ما هي مثلا، او هي برضه راح تنزل، هاي راح تنزل مش عارف كده راح تنزل مثلا زي هيك، هيك بصير الشكل. فانا مش راح ارسم لك ترسم هذا الشكل دائما، لا، في شكل محدد، طريقه محدده تعرف ترسمها. اللي بصير عندي انه هاي استطالت طولها زاد وهي قلت طولها قل، فانا ايش عملت؟ اوصل بينهم اشوف كيف هاي تغيرت. فبالتالي انا بمثلها بخط زي هيك، هاي قل طولها برفع لفوق، او يعني بروح لاتجاهها، هاي طولها زاد بروح عكس اتجاهها، اذا اتجاهها لفوق بنزل لتحت. فشو بعمل انا؟ فعليا بوصل بين هاي، بوصل بين الاستطالتين وبظل ماشي طبيعي، بظل ماشي طبيعي مثلا. فهي مقدار الاستطالة عندي، هاي مقدار الاستطالة عندي، هاي اس اي، هاي اس دي، وهاي اس بي. تمام، اس بي بيقل على اي اي، اس دي بيقل على اي اي. طيب وهاي كيف؟ كل بساطة هذول مثلثات، صح؟ عمل جابوا مثلثات، خلص السؤال. اي ما تجاوب مثلثات السؤال انحل معك، بس انا مش اخلص لك اياه، يعني بحلل لك اياه. هيك الشكل، الوصل الاولى كومبريشن، الوصل الثانيه تنشن زاد طولها، وبوصل بينهم وبدي يكون شيء منطقي يعني زي تمام. هاي اس بي هاي اس دي هاي اس بي. طيب نروح حبه حبه. انت مش فاهم هذا اللي عملته؟ كيف عملته؟ من الوصله طال زاد طولها او قل طولها؟ زاد طولها بمشي عكس اتجاهها، قل طولها بمشي باتجاهها. اس بي على اي اي، اي بي كم القوه؟ اي بي بدي اوجدها من الاتزان، مع المومنت عندي يساوي زيرو، 30 في 0.4 تساوي اي بي في 0.2، تطلع معي اي بي
30 ضرب 0.4 تقسيم 0.2 تطلع معي 60. القوة A B 60. القوة A B 60 مالها؟ كومبريشن. القوة A B 60 كومبريشن. القوة C D إذا هي 30 وهي 60 يكون C D 90 تنشن. 90 تنشن والثاني 60 كومبريشن. يلا S B 60 كومبريشن. ما بتهمني الإشارة خلاص. عشان ما في إشارات هنا، الإشارات تمثلت رسمي. فور سبيد الاي بي كم؟ 60 ضرب ال 30 اريا معطيني الاريا 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 معطيني اياها اي بي معطيني الاريا 500. انتبه للوحدات، انا مش معوض وحدات هون. اي معطيني اياها 70 متر كيلو نيوتن يعني كيلو نيوتن يعني ضربها ب 1000 هاي ضربها ب 10 قوة سالب 6 وهي بضربها ب 10 قوة 9 شنو هاي جيجا باسكال متر مربع هاي متر زي ما هي وهاي كيلو هاي طلع الناتج معي بالمتر تطلع معي الديفليكشن بالمتر تمام اس دي شو تساوي 90 90 ضرب ال 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 لها 0.4 اي اي الاريا لها معطينيها 600 هي معطينيها 200 هون حسبت استطالة هون حسبت استطالة قديش بطلع استطالة بفضل احسب استطالتين 514 وهذيك 0.3 تمام خلاص ما الرسمة اللي هون هاي 0.514 هو شو طلع معي 514 في 10 سالب 6 2.514 ملم ما تتمشى الوحدات اللي حط احسب زي ما انت حلو وهي 0.3 بس شو صار عندي هذا الشكل زي ما حكى هاي الاستطاله وهاي الاستطاله تشابه مثلثات مسافه بين الوصلتين المسافه بين الوصلتين 0.2 يعني هاي المسافه هاي نقطه بي وهاي نقطه دي مسافه 0.2 وهذه كامله 0.4 هسه شو يو يا محمد تمام هاي 0.2 وهاي 0.4 هسه انا بدي اعمل تشابه مثلثات يعني انا هسه لو بدي اوجد الاستطاله هاي شو بدي احكي مثلا بدي احكي اس اي على طولها كم طولها هاي كم طول هذا المثلث كامل بده يكون عباره عن المسافه كامله يعني 0.6 ناقص اكس 0.6 بشيل منها اكس هاي 0.6 ناقص x المثلث هذا كامل شو طوله شو عرضه هذا هذا كامل كم 0.6 منه x 0.6 ناقص x او بحكي 0.4 زائد 200 ناقص x يحطوا هون 0.4 زائد x حسب شو انا فارض هو فرض هاي الx هو فرض هاي الx عشان خلينا ترجع الرسم للرقم ثاني افرض على واحدة 5-4 المسافة بين الوصلتين وهي المسافة بين الوصلتين 0.4 افرض هاي المسافة هاي مش معي هون صار صفر فبالتالي 0.2 ناقص اكس والكبيرة 0.2 تعمل تشابه مثلثات بين المثلثات والمثلثات هاي اس اي هاكي اس اي طوله كم طوله هو كم طول المثلث هذا يكون عندي 0.6 ناقص اكس يساوي المثلث هذا 5-1-4 كم اكس تمام انا استطلع قيمه اكس كذا طلع قيمه اكس شوف انه لاحظ هون معطيات معي تشابه مثلثات هذا وهذا ليش متشابهات نفس الوتر زاويه تقابل بالراس راح احكي انا 0.3 ناقص اكس يساوي 5-1-4 اكس هون بطلع قيمه اكس والاكس اللي بطلعها بعوضها هون بعوضها بعوضها هون بطلع معي ديفليكشن اي طريقة ثانية عمل بالأصل تشابه بين هذا وهذا حلو
هاي نفس الجواب من هون. شو اللي بتغير عندي؟ بصير بوينت 2 ناقص اكس بدل بوينت بدل الاكس لحالها، بس برضه هون بتكون بوينت 3 بدل بوينت 5 و 4، يعني كله بطلع لي نفس الجواب. المهم ما اعرف كيف اعمل شابو مثلثات، المهم ما اعرف اعمل شابو مثلثات. لا يا غالي، بنضربها ب 10 كوس سالب 6 لانه هي ايش؟ طبعا السؤال خلص. ملي متر مربع، ملي متر مربع يعني ملي متر لكل تربيع، هيك معناها هي. يعني 10 قوس سالب 3 متر لكل تربيع، فبتساوي 10 قوس سالب 6 متر مربع، هاي معنى ملي متر مربع. تمام، السؤال خلص. بس تشابه مثلثات وامشي، هاي عمل تشابه مثلثات بطريقه غير طريقتي، مهم تشابه مثلثات. طيب بتجيكم على سؤال ثاني، انه مش شرط دائما تشابه مثلثات، يعني مش تحفظ حفظ، الحياه مش حفظ. هاي اسئله على الاسطوانات تحلهم، هذا سؤال نرجع لهم. طبعا طريقه الكتاب ما بتحل زينا، طلع لك زوايا وما زوايا، ما الكاش فيها انت حل زي ما انا فاهمه. عندي هذا السؤال، هذا السؤال كثير ممتع. هذا السؤال في عندي قوه واحد ومعطيني الاريا لكل واحده فيهم، بقول لك احسب لي الديفليكشن عند ايه، احسب لي الديفليكشن هون. طيب ما بقدر اطلع الفورس، ليش معي هاي واحد جاهز. طيب هاي الوصله، هاي الوصله زي هيك، وهاي القوة ما بعرف إذا هي تنشن أو كومبريشن، وما بعرف إذا هي قوة تنشن أو كومبريشن. خذ المومنت، وهاي قوة هيك من الأصل، خذ المومنت هون، هاي تعمل لي مومنت هيك، فأنا إجباري بدي هاي تعمل لي مومنت هيك، فبالتالي هاي تنشن. لو أنا بدي أخذ المومنت هون، هاي تعمل لي هيك، فأنا إجباري بدي هاي القوتين تنشن، القوتين بيطلعوا تنشن. فلما القوتين يطلعوا تنشن، شو حكيت لك أنا؟ يعني القوتين تنشن هاي هيك، هاي طولها راح يزيد شوي، وهذا طوله راح يزيد شوي. طبعا كل واحدة بتزيد مش بنفس الاستطالة الا اذا طلعوا نفس القوة. محسن سعيد، شغلة المومنت هاي كيف تعرف انه تنشن وكمبريشن؟ حكيت لك من شابتر 1 القوة اللي عندك، القوة عندك انا ما بعرف كيف اتجاه السهم، يعني هاي القوة الاولى وهاي القوة الثانية، صح هيك؟ هيك الوصلة فوق، فالوصلة فوق بحطها. تمام. هسه القوة هاي مكانها هون. تمام. هسه مشان اعرف اذا انه هاي قوه تنشن ولا كومبرشن، باخذ المومنت يساوي صفر عند نقطه معينه، افرض انه هون، خذ المومنت هون يساوي زيرو، مشان تحسب الرياكشن، مش تحسبه هيك؟ طيب هسه اذا هاي انا بدي يكون جسم متزن، يعني اذا هذا المومنت القوه هاي، هاي بعرف اتجاهها من السؤال، انه بتعمل لي مومنت يساوي مع عقارب الساعه، صح؟ اريد يكون عكس. فهسه اجباري هذيك يكون عكس، ليش؟ لانه لو كانت مع الجسم راح يلف، انا ما بدي يلف، انا بدي اياه متزن. فإجباري هاي القوة راح تعمل لي مومنت عكس أقارب الساعة. طيب كيف شكل السهم بيكون مشان يكون عكس أقارب الساعة؟ يكون لفوق. طبعا لفوق. وهاي بنفس الطريقة، خذ المومنت هون يطلع معك هاي برضه لفوق. تمام. فالقوتين لفوق وهم طلعات من الوصلة اللي تحت، معناته القوتين تنشن. القوتين زاد طولهم. فلما زاد طولهم الستريس دايجرام، الديفليكشن دايجرام كيف؟ هاي قل زاد طولها شوي. العكس لما يزيد الطول بمشي عكس اتجاه الوصله، وهي زاد طولها. طب زادوا بنفس المقدار؟ ما بعرف. شو بعمل انا؟ بطلع الفورس هون وبطلع الفورس هون، بشوف بحسب الديفليكشن لكل وحده. لاحظ انه الديفليكشن هون طلع الفورس هي طلعت 600 وهي الفورس طلعت 312، معناته هي ديفليكشنها 5.6 وهي ديفليكشنها 2.5، معناته الديفليكشنين مش نفس بعض. بي طلع اكبر من سي، ديفليكشن بي طلع اكبر من سي، فهي زي هيك، هاي ديفليكشن بي كبير وديفليكشن سي هيك. فانا ايش قلت لك بتعمل؟ بتوصل بين الديفليكشنتين، وهاي هاي ديفليكشن البوينت اي اللي بده اياها. فهاي اس اي، هاي اس بي، وهاي اس سي. طيب بس لما بدي اعمل شبه مثلثات، وانا مش مثلثات، فشو بتعمل انت؟ بدك تحولهم لمثلثات، شو بتعمل؟ متخطهم. هاي اس سي، صح؟ فبس لما بدي اعمل شبه مثلثات راح احكي انا هذا المثلث الكبير، هذا المثلث الكبير خلينا نرسمه بالزهري زي هيك. قديش طوله؟ طوله هو عباره عن 33 انش، او بحكي من انا بحب اخذ الواي على اكس. اس بي معي وطوله 33 معي، يساوي اس اي بدي اياها. بس انا غلطان غلطه، بس بتشوفوا شو غلطه على ايش؟ قديش الطول هذا؟ 22. طوله مش اس بي، صح؟ شو الغلطه اللي غلطتها؟ كل يحكي طوله
طوله مش اس بي المثلث. الطوله مش اس بي ولا اس اي برضه طوله. هو طوله اس بي سي ناقص اس سي. وهون بحكي اس اي ناقص اس سي. هذا تشابه المثلثات لو حامله. هذا طوله اس بي ناقص اس سي وهذا طوله اس اي ناقص اس سي. طبعاً شو المجهول اللي عندي؟ اس سي معي واس بي معي واس سي معي. اس اي هو المجهول. طلعت الديفليكشن عندي. طيب ممكن بعض الاسئله ما يكون معطيك اللود. طب انا بدي اتحذر اي ديفليكشنها اكثر هون راح تصفي على المنطق او حسب المساحه. خلينا نشوف هذا المثال. اتوقع هذا بده الفورس بي. فهذا كم الفورسين راح يطلع؟ واحده تنشن واحده كومبريشن. يعني فرضا هاي هيك وهاي هيك وهذا الديفليكشن. فهون راح ساعتها ما راح ياثر معي المسافات. لما يطلب مني فورس فانا راح احسب الفورس من الديفليكشن هذا الفورس من الديفليكشن هذا. خلينا نشوف كيف حاله ليش هذا بحكي. هاي الفورس طلعت معي 0.556 وهي 1.55 معناته الاف بي دي اكبر. يعني الديفليكشن اف بي دي اكبر. يعني لو فرضنا زي السؤال السابق. خلينا نرجع للسؤال السابق. لو نرجع لهذا السؤال لما انا طلعت المومنت مثلا طلع لي اس سي دي ام اف سي دي شو تساوي؟ مثلا 1.5 بي ماشي. واس اي بي طلعت معي 0.5 بي. فبالتالي انا بالمنطق بعرف انه ديفليكشن سي دي راح يكون اكبر من ديفليكشن اي بي. فبكون عندي شكل مثلثين. هاي شكل المثلثات هون. يعني انا برضه حتى لو اللود مش معي بعرف من خلال المومنت بعرف مين الفورس الاكبر بالوصله. يعني زي هاف عرفت انه الوصله بالبي دي اعلى من سي اي. فبتحل السؤال بتحل الديفليكشن بدلاله البي واخر شيء بتعمل تشابه مثلثات بتطلع معك قيمه البي. طلعت معك قيمه البي. سؤال نهائي عن موضوع الوصلات مشان الفيديو اللي بعده نشرح الانديترمنت. لو انا طلب مني الستريس بالفورس اي دي اي بي انا بس بحكي الستريس على الاريا. بيكون لازم يكون معطيني الاريا الها اجباري يعطيك الاريا هاي 0.2. يعني ممكن يطلب مني الستريس بالوصله مش يعني لو وجه هذا السؤال بثلاث افرع. يعني اسمعوا بالمختصر فاينل الفصل الماضي ومد الفصل اللي قبله الدكتور وليد جاب سؤال زي هيك. سؤال هون قوه وهون قوه وهون قوه نازله مثلا. فشكل الديفليكشن دايجرام غريب شوي بشرح لكم اياه. هذا موضوع الانديتيرمنت. المهم فانه انا شو كنت احكي اصلا فطلب اول فرع احسب الديفليكشن لهاي احسب الديفليكشن هذا فرع ثاني احسب الديفليكشن هذا فرع ثالث احسب الديفليكشن هذا فرع رابع احسب ستريس. فانتبه انه الاسئله قبل الامتحان على هاي المواضيع مش راح يجي سؤال فرع واحد انه مباشره يطلب منك الديفليكشن هون. لا ممكن يطلب منك الفورس ممكن يطلب منك الستريس ممكن يحسب منك الديفليكشن هون الديفليكشن هون بعدين الديفليكشن هون. ان شاء الله الفيديو اللي بعده راح يكون على الانديتيرمنت للوصلات والانديتيرمنت للمواد بعدين الكومبوزيت مشان ننتقل للشابتر اللي بعده. يعني قلت لكم انا قليش للخمسة للستة راح نضل نشرح. حدا عنده سؤال خلينا نطفي الريكورد.